علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، فقد غفرت لعبدي وأذنب عبدي ذنبا، كيعود عاوتاني يطيح في الذنب، قيل نفسه وقيل غيره، تيعود يطيح العبد في الذنب، فيقول ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. الله عز وجل كيقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فقد غفرت لعبدي، وكتبقى غدا حتى كيقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويقع في الذنب فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. بمعنى أن هذا العبد هذا يعني فليفعل ما شاء من الذنوب، فكلما تاب إلي قبلته، بالشروط اللي ذكرنا للتوبة. أتقول لي وكيفاش الإنسان يتوب وكيعود يرجع للذنب؟ راه النفس تتقلب الشريف، أصحاب النفس تستقيم لك على أمر، لو كانت النفس تستقيم على أمر لفزنا، لكن اليوم هي معك غدا هي ضدك، قلبك اليوم هو معك ماشي نقول لك غدا، كتجي كتجري النهار لصلاة الظهر فتدرك الأذان داخل المسجد، ماشي تكبيرة الإحرام، تدرك الأذان داخل المسجد، والقلب كله همة وإيمان وكذا، كتمشي كتاكل كتستراح شي شوية كتشدك النعسة بزز باش تتفيق من بعد الأذان ديال العصر، وكتمجي وكتجرجر في رجليك كتلقى راسك الله دخلتي مع الدخلة، إلا شديتي ركعة واحدة مع الجماعة ما تقول الحد. فين هو القلب اللي كان جايبك قبيلة قبل الأذان؟ تقلب، فهو اللي ردك في الأخر حتى تسألت الصلاة باش دخلتي أنت. لو كانت القلوب تثبت لما سميت قلوبا، لسميت ثبوتا، لكنها قلوب لكثرة تقلبها. فإنسان يطيح يعود يرجع، يطيح يعود يرجع، ويكفيه شرفا وهو يرجع ليتوب إلى الله عز وجل أنه يدخل ضمن زمرة يتقاتل الناس ليكونوا بداخلها، وهي زمرة من يحبهم الله. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، هؤلاء أحبوا أن يتطهروا لله أجمن نورها، والله يحب المطهرين، أحبوا أن يتطهروا له فأحبهم الله، هذوك أحبهم الله. وسيدي كاينه وحده أخرى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.